اخشعوا من ذكرك ونحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فأجبنا. قوي عزمنا على الطريق، فهو الطريق إليك يا أرحم الراحمين. الجميع هنا في رحاب الحرم المكي الشريف، كلهم خشوع واطمئنان، وكلهم أمل ورجاء، وكلهم ألسنة تلهج بالدعاء، وكلهم أكف ترتفع إلى السماء تطلب المغفرة والرحمة وتطلب الصحة والعافية، وترجو من خالقها عز وجل القبول. لحظات وتلقى خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، معلم الأمة ومرشدها إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن تقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين، وهي التي تنير لك الطريق المستقيم الذي ينجو من سلكه ويفوز من انتهجه. ولكن لا تتم التقوى ولا ترسو قواعدها إلا على أساس متين من العلم النافع الموروث عن الرسول الكريم المبعوث بالهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ولقد حث صلى الله عليه وسلم أمته على تعلم العلم وتفهمه والعمل به، كما أرشدنا القرآن الكريم مبينا لنا أن العلم هو أساس العمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنيا على أصل من الشرع المبين وعلى هدى مستقيم. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر سبحانه بالعلم أولا بقوله فاعلم، ثم ذكر العمل بعده بقوله واستغفر لذنبك. فإن الاستغفار نوع من العمل الذي يصفه العلم ويأمر به، كما تدل الآية الكريمة على شرف العلم وفضله وأهميته. وفي هذه الأزمنة انتشر العلم انتشارا واسعا في أكثر البلاد، وفي هذه البلاد على الخصوص بما من الله عليها بقادة مصلحين يهتمون بما فيه مصلحة البلاد ورقيها وإسعادها. ولهذا انتشر العلم انتشارا واسعا في جميع أقطارها، وشمل التعليم الصغار والكبار والبنين والبنات، وتعددت المدارس والمعاهد والجامعات. وفي هذه الأيام تفتح دور العلم أبوابها للطالبين والطالبات في جميع التخصصات، ويتولى التدريس فيها معلمون أفاضل ومعلمات فاضلات على منهج سليم ومسلك قويم في أغلبها، ونحمد الله على ذلك. إلا أن البعض منهم قد يركز اهتمامه في تدريس المادة العلمية فقط دون الاهتمام بالتربية الإسلامية والتهذيب للأخلاق والربط بين العلم والعمل. والعلوم التي تدرس شرعية كانت أو من العلوم العصرية مما يحتاج إليه المجتمع، لا بد لها أن تحاط بسياج قوي من العمل بالأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية والتحلي بجميل الأخلاق من الصدق والأمانة والإخلاص، والتخلق بأخلاق القرآن الكريم والشمائل المحمدية. وحث الطلاب على الاتصاف بهذه الصفات التي هي من مكارم الأخلاق ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي به، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد اشتملت صفاته صلى الله عليه وسلم على كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة،
وإن من واجب المدرسين والمدرسات أن يقوموا بتعليم طلابهم وطالباتهم لهذه الأخلاق والاتصاف بها مصاحبة لتعليم المواد المقررة، فإن وظيفة المعلم هي التربية والتعليم. فإذا كان التعليم هو التفهيم للمناهج المقررة، فإن التربية على الأخلاق الكريمة تصاحب هذه المواد وتلازمها، وهي مكملة لها ومن لوازمها. ولذلك جاء وصف العلماء بصفة الربانية، وسمي العالم الجامع بين تعليم العلم وتربية النفوس بالأخلاق العالية العالم الرباني، لما يحصل منه من التربية على العلم والعمل وعلى الأخلاق الكريمة من الحلم والصبر والتحمل للأمانة والشفقة على الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر بالوالدين وصلة الرحم ومعرفة حق الجوار والبعد عن الصفات الذميمة كالحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب والافتراء والكبر والازدراء وعدم التثبت في نقل الأخبار ونحوها. فإذا قام المعلم والمعلمة بهذه التربية فإنه قد قام بواجب عمله المنوط به، وقام بالنصح للأمة الإسلامية، لأن هؤلاء النشئ هم مستقبل الأمة الذين سيقودونها إلى الخير أو ضده لا قدر الله. وليكن المعلم حكيما في غرس هذه الأخلاق في نفوس طلابه بأن يأمرهم بأسلوب حسن وترغيب وبطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وتخويفهم في الله وترغيبهم فيما عند الله والبعد عن جرح شعورهم وإثارتهم، فإن ذلك أدعى للقبول وأقرب إلى التأثر والاستجابة لهذه النصائح والإرشادات. وقد قال العلماء رحمهم الله إن العلماء الربانيين هم الذين يتدرجون بطلابهم من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة، ويربونهم على الأخلاق الكريمة وكيفية التحمل للعلم من تعظيمه واحترامه والعمل به والإخلاص في طلبه والتواضع وعدم الترفع على الناس، وأن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ويتسم بصفات السلف الصالح والعلماء الأماثل الذين يطلبون العلم محبة له وللعمل به اقتداء بالصفوة من هذه الأمة. فالتعليم يتطلب من المعلم اهتمامه بالمادة العلمية وتفهيم الطلاب لها وتعليمهم إياها بمقتضى المنهج المرسوم على أكمل وجه وأحسن أسلوب، مراعيا في ذلك ما بين طلابه من فوارق فردية في الفهم والذكاء تحمله على الاهتمام بذوي الأفهام المتوسطة من الطلاب، متصفا بالصبر والتحمل في سبيل إيضاح المسائل لهم. كما أن على المعلم أن يتحرى الأمانة والإخلاص والعدالة في تقويم الطلاب تقويما مبنيا على مقتضى المنهج التعليمي، متجردا في تقويمه للطلاب عن العلاقات الشخصية بهم أو الاتجاهات النفسية نحوهم. كما أن من واجب المعلم والمعلمة الاتصاف بصفات أهل العلم والتحلي بمكارم الأخلاق وأداء الواجب على الوجه الأكمل والمحافظة
على مواعيد الدروس وأن يكون قدوة في طلبه في تواضعه وأن يكون قدوة لطلابه بالأفعال قبل الأقوال. وليحذر كل الحذر من أن يتخلف العمل عن القول، فإن هذا ينزع ثقة المتعلمين بمعلميهم فتصبح أقوالهم قليلة الجدوى ضعيفة التأثر في نفوسهم. وقد نبه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى ذلك تحذيرا منه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله أيها المعلمون والمعلمات في تعليمكم، وأدوا أماناتكم، وامتثلوا أمر ربكم، واعملوا بقوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وتفهموا كتاب ربكم تفلحوا، واعملوا بسنة نبيكم تهتدوا. واعلموا أن طريقة الدعوة إلى الله وتعليم العلم وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في أمور دينهم من أفضل الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها أجرا، لا سيما غرس العلوم الشرعية والآداب الإسلامية في نفوس الناشئة، فإن له الأثر في الحال والمآل، ويكون التأثر أبلغ إذا كانوا صغارا لم تتلوث نفوسهم بالمؤثرات المادية والأخلاق المنحرفة، بل هي على فطرتها التي فطرها الله عليها. وإن للمدرس أثرا كبيرا في ذلك، لا سيما إذا كان محبوبا لدى طلابه، وذاك هو المعلم الماهر في فنه، وهو الذي يتصف بالشفقة والرأفة بطلابه، ويعلمهم ويعاملهم معاملة أبنائه، وهذا شأن المعلم المخلص. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. وعلى المعلم أن يقصد بتعليم طلابه غرس العلوم في نفوسهم والعمل بها وتهذيب أخلاقهم والتأسي بالمعلم الأول لهذه الأمة نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا طول عشرة التلميذ لمعلمه، وأدركنا أن كلمات المعلم لها وقعها في نفوس طلابه، علمنا أن واجبهم في الدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق وغرسها في نفوسهم أمر له تأثيره وله نتائجه الحسنة، وإن كان المدرس بعكس ذلك فله أثره وسلبياته السيئة. فإن تكوين الأخلاق السامية والآداب الشرعية في العلوم والعمل بالعلم والاتصاف بصفات العلماء العاملين من سلفنا الصالح أولى
من حشو الأدمغة بالمعلومات الخالية من تلك الصفات. وماذا ينفع الناس؟ وماذا ينتفع الناس من علم شخص فسدت أخلاقه وآدابه ولم يهذبه العلم ويقومه الأدب؟ فليحرص المعلمون والمعلمات على تقويم أخلاق طلابهم وطالباتهم وحثهم على العمل والتخلق بأخلاق القرآن الكريم والاتصاف بصفات سيد المرسلين، وليعلموا أن الله أودعهم ودائع وحملهم أمانات وأوجب عليهم رعايتها والقيام بحقها، فهم رعاتها وكل راع مسؤول عن رعيته. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق جميع المسلمين لما تحبهم وترضاه. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اعتدلوا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة. نسأل المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صلاتهم ودعواتهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب. نحييكم أيها الإخوة من الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة مع تحيات محدثكم بكر باخيضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.